لا اله الا الله. ابو فهد سم عفاك الله، عطنا ما اعطاك الله، الله يعطينا وياكم حتى قصص الصحابه والتابعين ما شاء الله تبارك الله، علوم طيبه. كان فيها قصه، وكانت القصه هذه لها اثر كبير الله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، وحياه الصحابه وحياه الامه، هم القدوه. ونزل فيها 9 آيات في سورة النور. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى غزوة أقرع بين نسائه، الله عمل بينهم قرعة. ففي غزوة بني المصطلق وقعت القرعة على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تستاهل ويستاهل كل أمهات المؤمنين. فانتهت الغزوة ورجعوا من الغزوة، وهم راجعين من الغزوة الشيخ، القرعة وش مفادها يعني؟ ياخذ معه وحدة؟ اي ياخذ وحدة من النساء، كل وحدة ودها انها تروح. اي نعم، وكل وحدة ودها تروح. اي فحتى يعدل بينهم كان يقرع بين نساء. وهو في الرجوع، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. يا ابو سعد يا مرحبا، يا مرحبا، يا مرحبا، يلا خير، يلا حي، هلا 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 هلا، السلام، الله يسلمك، الله يسلمك، بعرير وقفنا احترام وتقدير لها. مرحبا يا مرحبا، بالخير يا حي، الاستاذ عبد الله المواشي. ومن طول الغيبات يا نايم، الله الله، الغيبات عند ابو رشيد ما شاء الله، يا ابو رشيد الله مطلع عنا. ابو رشيد وشلونك؟ الحمد لله على السلامة. هلا ابو سعد، يلا حي حيك، هلا انت ما يحتاج بعد غياب، يلا حي، ابنك تبك غايب، حياك الله، ما عاد امك طيبة كلها، والله بخير الحمد لله. هلا ابو سعد، الغيبات جاب الغنائم، يقول ابو سليمان الغنائم عند ابو رشيد. يا سلام، عندنا كلكم ان شاء الله، كلكم غانمين وهالغنائم، انتم كلكم غنائم، الله يكتسب والله، يجعلنا ولكم حظ في الدنيا. كيف صحتك؟ السلام عليكم، مرحبا، 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 موجود اليوم، مرحبا ابو رشيد، ابو رشيد، نعم ابو حمد سابقا، شلونك الله يحييك، الحمد لله على السلامة، شلونك الله يحييك، شو العيال؟ صام طيبين، استلحق لحدك، ابو الشمال الله يحييك، كيف الحال؟ عزك الله، مرحبا، هلا وغلا، يلا حي، الله يسلم عليكم، طيبين اليوم، طالع عند ابو سيف، طيبين ابو رشيد، وش من على ابو سيف؟ ابو سيف ما هو جاي اليوم، يستاهل الصينيه والله، ابو رشيد ما شاء الله، والسمن العرابي والقط، صبحكم الله بالخير جميعا، كيف الحال؟ ما شاء الله، كل يوم جديد، اي والله، ما يجي مره نظيف ابو فهد، الله يعافيه، جزاهم خير اهل الخرمه، الله يجزاهم خير وافين، لكن اللي اعرف هالحال طال عمرك يحبون يقدمون يطعمونك في التباسي، ما شاء الله تبارك الله، يعطيهم العافيه، قمه الكرم يا طويل، انتم على الشمال كاف كرماء، وانتم تستحقون، ومن الخرمه، تفضل يا ابو فهد، تفضل، نفس الخلي هذه، ايه؟ اول ما توجد توجد بيشه، سبحان الله، نعم. ففي عوده النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه بني المصطلق، رجعتونا 50 سنة وراء، في الرجوع امر الجيش ان يتوقف، ايوه، فتوقف الجيش ليرتاح، وفي حال وقوف الجيش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذهبت إلى الخلاء، والنساء كانوا يذهبون بعيد عن الجيش حتى لا يراهم أحد. لما رجعت من الخلاء افتقدت قلادتها، فأدركت أن قلادتها ضاعت في الخلاء، فذهبت تبحث عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أصدر الأوامر أن يتحرك الجيش، وكانوا يظنون أن عائشة رضي الله عنها داخل الهودج، وكان عمرها ما يقرب 15 سنة، يا سلام، ولم يكسها اللحم كثيرا، كانت خفيفة، وكان الرجال اللي يحملون الهودج ما شعروا أنها خارج الهودج، يحسبونها داخل الهودج، فحملوا الهودج لخفة جسمها ما شعروا بها ووضعوها على البعير، وانطلق الجيش كله، وتركوا عائشة في الخلاء. لما رجعت وإذا بها ما تجد الجيش، ولم تجد زوجها، ولم تجد الناس اللي كانوا معها، فقالت أبقى لعلهم أن يفقدوني فيرجعون لي.
لعلهم يعرفون اني ماني موجودة معهم فيعودون لي. وبقيت تنتظر حتى أتى الغروب ونامت. كان أحد الصحابة اسمه صفوان بن المعطل. ابن ايش؟ صفوان بن المعطل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيل يجعله في آخر الركب حتى إذا ما سقطت من الجيش صحفة أخذها أو ملابس أخذها، أي شيء يسقط من الجيش يأخذه في طريقه. وهو راجع وإذا به يرى عائشة، وكان يعرفها قبل الحجاب. لما اقترب وأدرك أنها أم المؤمنين عائشة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أم المؤمنين وما زاد عن هذه الكلمة. فانتبهت واستيقظت، ثم أناخ البعير وابتعد، فركبت على البعير وبدأ يقود هذا الركوب حتى وصل إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة وفي أحد مداخل المدينة وطرقات المدينة كان يجلس كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يستغل المواقف ضد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد شيء أثار الشبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجد شيء كذب وافترى. فلما رأى صفوان يقود في ركوب عائشة نظر إليها وحولها المنافقين، قال هذا صفوان؟ قالوا نعم. قال هذه زوجة صاحبكم، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم. قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. كلمة خبيثة. هذه أفعالهم المنافقين. كلمة سيئة. أعوذ بالله. كلمة ما تقال. وكان يستغل مثل هذه المواقف. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. يا مرحبا. يا الله يصبحك من نور والسرور. أفلح. والله إني ما بغيت أقطع. لا بأس. لا بأس. يا مرحبا. منور منور. صبحك الله بالخير. برشيد. يا مرحبا. تعرف هو برشيد ولا نعرفك عليه؟ معروف. لا يعرف. مرحبا. هذا أبو فالح. هلا. طهور طهور. الله يجزاك. تعرف ما تشوف شيبة. الله يسلمك. هلا وغلا مرحبا. قريب مرحبا. تعال هنا يا شيخ. كيف حالكم؟ بجي جميل. حلك جاهز. كيف صحتكم؟ كيف أصبحتوا؟ الله يسلمك. صبحك بالخير. يا مرحبا. يا مرحبا. كمل يا شيخ أحمد، كمل سؤالك. حلوة ما تمت. الله يطيب فالك حبيبي. حلوة ما شاء الله. فلما رآها ورأى صفوان قريب القدر ما صرح بالزنا، قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. ربي الخبيث افترى. المنافقين اللي حوله نقلوا هذه الكلمة. المدينة كان فيها أكثر من 700 منافق، وتناقلت هذه الكلمة حتى وصلت إلى المؤمنين، حتى صرح بعض المؤمنين بالزنا. واستمر الكلام هذا يصول ويجول في ميادين المدينة، وتضايق النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه الهم والغم من هذا الأمر. واستمر هذا الكلام شهرا كاملا. عائشة لما وصلت مع صفوان مرضت وطببت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تلحظ من النبي صلى الله عليه وسلم تغير في أخلاقه، إلا أنه كان يأتي ويقول بها فيكم. كيف حال البنت؟ ما كان يلاطفها مثل العادة، فتقول بخير الحمد لله أمها. فمضت الأيام، النبي صلى الله عليه وسلم اهتم واغتم، تعطل الجهاد، تعطلت الغزوات، شهر كامل لم ينزل الوحي في خصوص هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرى رؤيا. ثم أنه في يوم من الأيام استدعى أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، واستدعى علي بن أبي طالب، هؤلاء خاصته وأهل بيته، واستشارهم في هذا الأمر. فقال أسامة يا رسول الله، يا رسول الله والله ما علمنا عن عائشة إلا خيرا، وأنت أعلم بأهل بيتك، فلا تنظر إلى مثل هذا الكلام. وكان موقف أسامة واضح. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله ما علمنا عن عائشة إلا خيرا، وعلي زوج بنته، زوج فاطمة.
لكن يا رسول الله النساء كثير، إذا كان كثر عليها الكلام تزوج غيرها، لكن حتى لا تظلم نسأل خادمتها بريرة، أقرب إنسانة من المرأة خادمتها، نسأل بريرة، جيبوا بريرة. فلما أتوا بها سألوها وسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما علمت عنها يا رسول الله إلا خيرا. فشد عليها علي بن أبي طالب فقالت إلا مرة واحدة. قالوا ما هذه المرة؟ قالت في يوم من الأيام تركت عندها العجين لتحفظه، وذهبت مضطرة إلى الخروج، فلما رجعت وجدتها غفلت عن العجين فأتت الشياة فأكلت العجين. هذه المرة الوحيدة التي لاحظتها على عائشة، ما لاحظت عليها شيء آخر. النبي صلى الله عليه وسلم اتضحت الرؤية لديه، لكن الكلام كثير والشائعات كثيرة والشبهة كثيرة. وهذه زوجته ومحبوبته وأم المؤمنين وزوجة صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بنت صاحبه. فأتت يوم من الأيام عائشة تريد الخلاء، وخرجت معها أم مصطح، وهم في الطريق تعثرت أم مصطح، فلما تعثرت قالت تعس مصطح، فغضبت عائشة قالت كيف تسبين صحابي من صحابة رسول الله وممن شاركوا في بدر؟ قالت أم مصطح أما علمتي ماذا يقول عنك وماذا يقول فيك؟ قالت ماذا يقول؟ قالت يقول فيك كذا وكذا وكذا. عائشة لا تعلم بالخبر شهر كامل، ما تدري ولا حد حكاها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بلغها وأبويها ما بلغوها. تقول فلما سمعت منها هذا الكلام قلت لها أو علم رسول الله؟ قالت نعم علم رسول الله. تقول والله ما أكملت ذهابي للخلاء ورجعت إلى البيت وبكيت حتى كادت كبدي أن تتقطع من البكاء. فلما عاد رسول الله استأذنته أن أطبب في بيت أبوي. تقول أروح بيت أبوي بسألهم عن الموضوع هذا وش السالفة بالضبط. فأذن لها فذهبت إلى بيت أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فسألت أمها يا أمي ما هذا الخبر، هل صحيح؟ قالت نعم. قالت لما لم تخبروني؟ قالت يا بنيتي لم يكن زوجة في مثل وضاءتك إلا أكثر عليها النساء غيرة، أمها تبي تخفف عنها. قالت أو علم رسول الله؟ قالت نعم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فبقيت أبكي في بيت أبي ليلا نهارا حتى أدركوا أني سأموت من البكاء. وفي يوم من الأيام دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر الصديق، فوجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ووجد أبوها أبو بكر، ووجد أمها، فحمد الله وأثنى عليه وقال يا عائشة قد بلغني عنك كذا وكذا، وأخبرها الخبر، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم. تقول فجف الدمع من عيني لما سمعت هذا الكلام من رسول الله، ونظرت إلى أبي وقلت له ألا تجيب رسول الله؟ فبكى أبو بكر الصديق وقال ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فنظرت إلى أمي وقلت لها ألا تجيبين رسول الله؟ فقالت والله يا أبنيتي لا أعلم ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فنظرت إلى رسول الله وقلت والله لقد قلتم مقولة استقرت في أنفسكم وصدقتموها، ووالله لو قلت أنني بريئة لما صدقتموني، والله يعلم أني بريئة، ولو قلت أنني فعلت والله يعلم أنني لم أفعل لصدقتموني، لكن ما مثلي ومثلكم إلا كمثل يعقوب لإخوان يوسف حينما قال لهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول فالتففت في بطانيتي وبقيت أبكي،
لففتها على نفسي وبقيت أبكي. وفي هذه اللحظات وإذا بجبريل عليه السلام يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدرك أبو بكر أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللحظات يقوم أبو بكر ويلبس النبي صلى الله عليه وسلم بما عليه من رداء، فبدأ يتصبب العرق من جبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر خائفا أن يقع الوحي على عائشة بسوء ابنته، وكانت عائشة تقول: والله ما خفت، وعلمت أن الله لن يظلمني. وفي لحظات وإذا به يسرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى عائشة ويبتسم ويقول لها: أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، قد برأك الله من فوق سبع سماء. لا إله إلا الله. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: قوم اشكري واحمدي رسول الله. قالت: والله لا أحمد إلا الله الذي برأني. يقول أبو بكر: والله ما مر علينا مصيبة لا في جاهلية ولا في إسلام مثل هذه المصيبة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يتلو على الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، بدأ يتلو عليها الآيات التي نزلت في براءتها. سورة الرحى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك الافتراء، شدة الكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الخير في ماذا؟ الخير في أن الله هتك أستار المنافقين وفضحهم وبينهم. الخير في أن الله أظهر للعالم أن هذا رسول وليس ملك، فلو كان ملك كان قتل من قال في عائشة بسوء. الخير في أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر للناس كلهم أنه لا يعلم الغيب، ولو يعلم الغيب كان ما جلس شهر كامل. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هنا فيه وقفات يسيرة في هذه القصة. الوقفة الأولى صفوان. صفوان لما التقى بعائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كلمها ولا قال لها أنت جيتي ولا رحتي ولا ليش جالسة، أبدا، حفظا لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبيقا لقول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. في زمن اليوم كثر فيه النظر إلى النساء والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن النظر سهم من سهام إبليس. الأول الوقفة الثانية أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر كان من المنفقين على مصطح، وكان يتصدق عليه، ومصطح كان من الفقراء. فلما قذف مصطح عائشة رضاها حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه. لك أن تتخيل معي بنتك تقذف من رجل وتنفق عليه؟ النفس البشرية ضعيفة. فأنزل الله في أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، الناس اللي حلفوا منكم وأصحاب الغنى، المقصود أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. مصطح، المقصود هنا المصطح. وفي آخر الآيات: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقام أبو بكر وقال: بلى، نحب أن يغفر لنا، وأعاد النفقة إلى مصطح. يا سلام. شوفوا العفو، هذه الوقفة من أهم الوقفات في العفو والصفح. الوقفة الثالثة الشائعات. اليوم الناس يتساهلون كثيرا في نقل الشائعات سواء صحيحة أم خاطئة، تأتيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، أو كلمة تنقل من شخص لشخص أو من إنسانة لإنسانة فينقلونها بدون تثبت. واليوم أعداء الإسلام يتربصون بين المكائد وينقلون بيننا الأخبار، ونحن ننقلها بدون تروي بدون تثبت، وكأننا ننصر أعداءنا، ويريدون أن اللحمة بين القيادة وبين الشعب تنفك. وكل من نقل كلمة أو عبارة أو خبر ولم يتثبت منه فسيحاسبه الله يوم القيامة عن هذا الخبر
وعن هذه الكلمة التي نقلها ولماذا نقلها، مثل فاتورة الاتصالات لما تأتيك وتأتيك فيها كل المكالمات التي قلتها وتحدثت فيها خلال الشهر. هذه بعض الوقفات اللي أحببت أشارككم فيها، واسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا. الوقت هذا في نقل الأشياء.